السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحه جيده. من المدخل الشمالي لمدينه تماره، وبالضبط من ولاد مطاع. هنا المدخل الشمالي لمدينه تماره من جهه الرباط عبر شارع الحسن الثاني، وكلنا كنعرفوا هذه الطريق والحيويه اللي كتعرفها ديال حركه السير. ونحن في الطريق سنكشف عن مجموعه من المعطيات والاشغال الكبيره التي سيعرف هذا المدخل. خليكم معنا وفرجه ممتعه. الرحله ديالنا في هذا الفيديو غتبدا من هذه النقطه. كما كنعرفوا الجميع ان الطريق هذه عرفت حوادث سير بالجمله وانقلاب سيارات بالجمله في هذا الاتجاه هذا ولا في الاتجاه الاخر، وتم اتلاف مجموعه من الامور اللي كانت كتشير واحد التشوير طرقي اللي كتبين لنا الطريق ومجموعه من المعطيات. اليوم جينا باش نقول لكم ان الاشغال غادي ترجع من جديد لهذا المدخل الشمالي ديال مدينه تماره من جهه الرباط، الطريق اللي غادي تعرف النور وغادي تقاد فيها مجموعه من الامور، لا من تروطوار اللي غادي تصبغ ولا من جنبات اللي غادي تعاود تقاد ان شاء الله. فكنبغيو ننوهوا بالمجهودات الكبيره اللي كيقوم بها الكاتب العام ولا الناس ديال الجماعه ولا المهندسين ولا جميع المتداخلين في هذه العمليه. امور صراحه اللي كتبشر بالخير، امور اللي غتخلينا نشوف واحد المدخل كيليق بمدينه تماره. والمناسبه مونديال الانديه المنظم بالمغرب بين الرباط وعروسه الشمال طنجه. كما كتشوفوا معنا هذه الجنبات كلها غادي تقاد ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا مجموعه من البلايك اللي تم الاتلاف ديالهم هنا ديال انتير اللي تمشي في الاتجاه الاخر، او البلايك اللي كيتعلقوا باجباري انك تشد اليمين ديالك. يعني مجموعه من الامور اللي غتغير هنا. خليكم معنا نقربوكم من الصور الحصريه لهذ الطريق هذه وشنو غادي تغير فيها. خليكم معنا. فكما كتشوفوا معنا هذه رساله كذلك الناس ديال السكك الحديديه باش يكون واحد التنسيق وواحد التعاون في هذه العمليه هذه ان شاء الله، لاننا كنهضروا على صوره البلاد، كنهضروا على ليماج ديال البلاد. فهنا كنبغيو جميع المتداخلين يضافروا الجهود ديالهم باش يعطينا واحد النتيجه اللي تكون مزيانه اللي تليق بالسمعه ديال البلاد. وحنا في الطريق لازم ننبهوا لبعض الامور. الناس ديال الجارديناج يحاولوا ما امكن ينتابوا لهاد الشجره هذه، يحيدوا منها هاد الاغصان اللي جات خارجه للطريق باش هكذا كتبان للناس كاين واحد التشوير طرقي، كاين واحد السرعه اللي هي محدده في 60 كيلومتر في الساعه. كاين امور اللي خاصها تبان لان غيتفاجئوا الناس بالسرعه المحدده مباشره من بعد ما كيخرجوا من وراء الشجره. كاين امور ان شاء الله اللي غادي تقاد. خليكم معنا. اكيد اكيد مونديال الانديه واحد التظاهره رياضيه اللي هي كبيره، وان شاء الله غادي نكونوا من بين المستفيدين من مجموعه من الامور ان شاء الله. فهنا كتشوفوا معنا هذا البارير لا يعقل غادي يبقى في هذا الشكل هذا، ان شاء الله غادي يتقاد. المدخل من بعد القنطره ديال طريق السيار اللي كنشوفوا قدامنا، كنشوفوا ان الجنبات ديال شارع الحسن الثاني كتاكل من الجنبات. فان شاء الله الطريق غتشملها عمليه الاسفلت، غيشملوها اصلاحات، غيشملوها يعني مجموعه من الامور اللي غادي تكون ايجابيه ان شاء الله. غادي نقطعوا معكم الاتجاه الاخر، خليكم معنا. فكما كتعرفوا معنا جميع هذا هو المدخل الشمالي لمدينه تماره من جهه الرباط، من جهه الملعب الكبير ملعب مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط العاصمه، والذي يبعد فقط بخمس دقائق على مدينه تماره. فان شاء الله في ظل هذه التظاهره غادي نشوف واحد الاشغال اللي هي مهمه في المدخل الشمالي ديال مدينه تماره. خليكم معنا. فان شاء الله بحال هذه الامور غادي تصلح، غنشوفوا عمليه الاسفلت، غنشوفوا الصباغه ديال الجنبات، غنشوفوا امور اللي هي مهمه ان شاء الله. هنا كتشوفوا معنا ولاد مطاع الغربيه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واللهم لك الحمد على امطار الخير الاخيره، على الاقل للقاو البهيمات ما ياكلوا. نرجعوا للاشغال ديالنا. ففضل هذه الاشغال اللي غادي تكون، فكنبغيو ننوهوا بالمجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها الناس ديال الجماعه والعماله
وجميع المتداخلين واللجان اللي غادي يكونوا ان شاء الله في هذه الاشغال هذه ان شاء الله، في انتظار الاشغال الكبيره اللي غادي يعرفها شارع الحسن الثاني من شمال تمارا الى جنوبها، من الحدود مع الرباط العاصمه الى الحدود مع عين عتيق ان شاء الله، في انتظار عين عتيق ومدينه الصخيرات كذلك. فكتشوفوا معنا هذه الامور كلها ان شاء الله غادي تصلح وغادي تقاد، غيتم تاهيل هذا المدخل من جديد ان شاء الله. فالاشغال هناك دراسه، هناك اجتماعات، هناك اشغال على قدم وساق، فالامور ان شاء الله غتكون على خير اكيد مع الوجوه اللي كنشوفوا النيره اللي بدينا كنلمسوا فيها الخير وكنشوفوا فيها يعني الحمد لله امور اللي هي مزيانه في انتظار الافضل. كلنا كنعرفوا هذه الاماكن هذه اللي وقعت فيها حوادث بالجمله في مناسبات مختلفه، كنشوفوا ان الطريق القديمه كانت هي هذه اللي كتدخل لتمارا وتغير المسار. هنا كنشوفوا الوحده المتنقله للتشوير والسلامه الهلاوي، يعني اشغال قادمه ان شاء الله. كيف ما شفتوا معنا الوحده المتنقله للصيانه، خدينا بعض الاجوبه كتبين انه ان شاء الله غادي تكون اشغال توسيعه ان شاء الله في هذا الشارع، ربما هي الاشغال الكبيره لشارع الحسن الثاني فيما بعد ان شاء الله. لكن الاشغال اللي غتكون حاليا بخصوص المونديال اللي غيتنظم بين طنجه والرباط العاصمه، فان شاء الله غادي تصلح في طريق وهذا الشيء كامل، نتمنوا من الله الخير. هذا الشيء كله غادي يتقاد ان شاء الله، كتشوفوا الصعوبه والخطوره، فهنا اكيد خاصو يكون تنسيق بين الناس ديال السكك الحديديه وكذلك الجماعه ديال تمارا والمهندسين وجميع المتداخلين. هنا خاصها تكون واحد البلاكه ديال الاجباري تبقى في اليمن ديالك على الجهتين، خاصها تكون صباغه ديال الجنبات هنا ديال التروطوار، فنتمناو من الله الخير واكيد غادي تكون الامور مزيان ان شاء الله. هنا المدخل الشمالي لمدينه تمارا، الجماليه تتحدث عن نفسها، وجب يعني بعض اعطاء بعض الاهتمام ان شاء الله، وغادي تكون الامور على اكمل وجه، نتمنوا من الله الخير والتيسير في انتظار نشوفوا التوسعه. فاكيد اكيد جايين حويجات زوينين لمدينه تمارا، جاي الخير، استبشرنا الخير في هذه الولايه هذه، واكيد ست سنوات غادي نشوفوا فيها امور اللي ان شاء الله كتبشر بالخير، وهذا الشيء اللي كنتمناو وما كنتمناوش نشوفوا العكس، واكيد نتفائلوا الخير غادي نلقاوه. هادشي كله ان شاء الله غادي يتصلح مؤقتا بخصوص مونديال الانديه بهذه التظاهره الكبيره اللي غتعرفها بلادنا، في انتظار ان شاء الله الاشغال قادمه، الدراسه خدامه، الامور غادي في الطريق الصحيح، الطريق اللي غتمشي بالتوسعه من المدخل الشمالي ديال مدينه تمارا الى مدينه الصخيرات ان شاء الله. الى هنا متتبعينا الكرام، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، وما تنساوش ما تنساوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش يوصلكم الجديد، وكنوهوا بالمجهودات الكبيره اللي غيقوموا بها المسؤولين، وان شاء الله ما نبقاش نشوفوا الحفار وغنشوفوا عمليه اسفلت اللي غتكون مزيانه ان شاء الله، غنشوفوا امور اللي غتكون يعني في الصالح العام ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.